الحساسيه ضد ماده البنسلين نهضروا شويه ونفهموا بزاف بس كعبالي بلي لابلي بار كاع تعرفوا واحد عنده اليرجي من هذه الماده ولا انت عندك حساسيه من البنسلين من ديبي كاع كيفاش حتى الجسم تاعي تولي عنده اليرجي من ماده البنسلين لما ندخلها انا بو لا بروميير فوا العضويه تاعي الجهاز المناعي تاعي راه رايح يدير جدار دفاعي ويخدم اجسام مضاده ضد هذه الماده اللي هي البنسلين ويعتبرها جسم داخل ولا ماده ضاره كوم ان فيروس ولا من بكتيري اللي رايح يضر العضويه تاعي وتولي اشاك فوا تدخل يتصداها ويخرج هذوك الاجسام المضاده ويدير لي رياكسيون ايمونيتير ولا رياكسيون اليرجيك يعني رد فعل تحسسي مناعي تجاه هذه الماده ويبين لي اعراض تقدر تكون بزاف خطيره على العضويه تاعي وتلحقني الاستعجالات. دوك كيفاش راني رايح نعرف بلي عندي حساسيه من لابينيسيلين؟ لابلي بار كاع نفيقو كي نستعملوها بور لا بروميير فوا تلقاه يعطي الوليد مضاد حيوي ويشوف بلي بعد ساعتين ثلاث سوايع بانوا عليه اعراض وفي بعض الحالات حتى يومين ثلاث ايام من الاستعمال باش يبان عليه هذا التحسس يديه الاستعجالات يقولوا له بلي عنده اليرجي من لابينيسيلين. مام انسان كبير يكون موالف يستعمل هذا المضاد الحيوي يجي نهار يستعملو يلقى بلي ديفلوبا رياكسيون اليرجي كي كان يستعملو بزاف ولمده طويله. حتى الاشخاص اللي عندهم في شجره العائله تاعهم والديهم ولا باباهم ولا اخوهم عنده حساسيه من لابينيسيلين يقدر هو يكون عنده ولا وليده يكون عنده حساسيه من هذه الماده. دوك شنو هي الاعراض؟ الاعراض كيما تقدر تكون خفيفه تقدر تكون بزاف خطيره ودونجي، كيما تقدر تكون عندنا طفح جلدي وحب رقيق وحكه وتورم في كاع الجسم تاعنا، يقدر يكون عندنا فقر الدم حاد بسبب الاليرجي لابينيسيلين، يقدر يكون عندنا انقباض وتقلص في القصيبات الهوائيه، تورم هنا في الحلق، عدم القدره على التنفس، صرع، دوخه، قياد، ياغي، الام في المعده وتقدر تكون اكثر وتزيد ديفلوبي اكثر واكثر وتطور وتلحقني المحال في العضويه تاعي. سي بور سا نكونسيو باش ندو ولادنا كي يكونوا صغار لوسط استشفائي ولا ميليو اسبيتاليي وين حيديروا لهم لو تيست باش نعرفوا اسك عندهم اليرجي من لابينيسيلين ولا لا ولا من اي ماده واحده اخرى قبل ما نعطوها لهم باستماع حيكون الوسط فيه اطباء ونقدروا نديروا التدابير والاجراءات اللازمه لو كنشوفوا بلي عنده حساسيه. ومام سا اكزيست دي براسلي نلبسوا براسلي في يدنا ونكتبوا فيه عندي حساسيه من لابينيسيلين ولا اليرجي لابينيسيلين باش هكا اون كاو يصرى لنا حادث ونكونوا برا ونكونوا في حاله خطيره ما عندناش الوعي رانا فاقدين الوعي ما نقدروش نهضروا حيعرفوا في السبيطار باللي عندنا اليرجي لابينيسيلين قبل ما يديروا لنا اي مضاد حيوي في هذه الماده. دوك شنو هي الادويه اللي حتكون ممنوعه عليا؟ بين المضادات الحيويه اللي حتكون من العائله تاع البيتا لاكتامين كيما لاموكسيسيلين كيما لومبيسيلين كيما لوكزاسيلين كيما ديغلوكزاسيلين كيما لابينيسيلين جي لابينيسيلين في وحتى المضادات الحيويه اللي تنتمي لعائله تاع السيفالوسبورين كيما سيفاكلور كيما سيفيروكسين كيما سيفازولين كيما سيفاليكسين. من المعروف ان الناس اللي عندهم حساسيه من البيتا لاكتامين السيفالوسبورين هادو عائله منحدره من البيتا لاكتامين يقدروا يديروا اليرجي للسيفالوسبورين ثاني مي بصح غالبا ما تكونش عندهم اليرجي. كي تكون عندك اليرجي للبيتا لاكتامين في بعض الحالات ليس بالضروره انه تكون عندك علاقه مع السيفالوسبورين وتكون عندك حساسيه منهم ثاني بصح في بعض الحالات يقدروا يكونوا عندنا حساسيه منهم في زوج كي تكون الحساسيه بزاف دونجي وطالعه بزاف في الجسم تاعنا. فوالا خاوتي نورمالمون راكم فهمتوا لو برانسيب تاع الحساسيه من الادويه في العضويه تاعنا وكيما نقدروا نديروا اليرجي من لابينيسيلين كاين ناس عندهم حساسيه من الباراسيتامول حساسيه من لاسيد اسكوربيك ولا فيتامين سي حساسيه من مضادات الالتهاب حساسيه من الانستيزي. قولوا لي ثاني اذا تعرفوا ناس عندهم حساسيه من ادويه اخرى وشنو هي هنا في التعليقات.